دراسة نشرت في مجلة التغذية بتاريخ 28/5/2011، يعني يستطيع إنسان يرجع لها، أثبتت أن تناول حبات من التمر كل يوم لا يؤثر على مريض السكري. هذا أولا بالنسبة لمرضى السكري، مع استشارة الطبيب ينصح بأن لا يحرم جسده من هذه المادة، لأن هذه المادة كما سنرى الآن فيها مواد مهمة جدا جدا لسلامة الدماغ والنظام العصبي وسلامة حتى النظام أو الجهاز الهضمي وغير ذلك. لذلك يعني أول ما لفت انتباهي أنا في هذا التمر، سبحان الله، نوعية الألياف التي يحويها. يعني يقول خبراء التغذية إن نوعية الألياف يعني مذهلة، بحيث أنها تخفض نسبة الكوليسترول والشحوم الثلاثية في الدم. منظمة National Nutrient Database، هذه المنظمة USDA، توصي بتناول عدة حبات من التمر، وقاموا بحسابات دقيقة يعني بالأرقام. إن حبة التمر الواحدة تحوي 1.6 غرام من الألياف الضرورية للجسم، أي 6% من احتياج الشخص اليومي في حبة واحدة. فعمليا إذا طبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يصب سم ولا سم. نعم، وسنشرح هذا الأمر أيضا علميا، لأن هذا الحديث انتقد طويلا من قبل بعض كثير كثير المشككين. نعم. فلذلك عندما تأخذ 7 حبات من التمر، فأنت تأخذ أكثر من 40% من حاجة جسدك من هذه الألياف. وهناك نوع آخر من الألياف أيضا غير قابل للذوبان، وهو مفيد أيضا. لذلك يقولون هذه الألياف ضرورية لمنع السمنة ومحاربة الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب والوقاية من سرطان القولون، يعني هذه مهمة جدا. وفي دراسة أجريت في عدد نوفمبر في مجلة علوم التغذية عام 2008، تبين أن هذه الألياف التي يحويها التمر لها قدرة مذهلة في تخفيض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. وكذلك وجدت هذه الدراسة أيضا قدرة هائلة للألياف على تخفيض نسبة الشحوم الثلاثية أيضا عند الإنسان لمن يعاني منها. وفي دراسة أجريت في سبتمبر 2009، تبين أن هذه الألياف، ألياف التمر تحديدا، تخفض نسبة الشحوم الثلاثية في الدم بنسبة تصل إلى 15% مجرد أن تتناول 4 حبات كل يوم. وهذا بدوره يقي من تصلب الشرايين والجلطة القلبية. وهذه دراسات علمية أجريت وهي مؤكدة، ويستطيع إنسان أن يراجعها طبعا. بالإضافة إن حبة تمر واحدة تحوي كمية من فيتامينات بي، وبخاصة B6 الضرورية جدا يعني للجسم، تساعد على زيادة نشاط الخلايا وإنتاج خلايا دم جديدة. يعني هذا مهم بالنسبة لكبار السن أيضا. هنا هذا الفيديو، الحقيقة هناك بحث عجيب جدا نشر حديثا. هذا البحث يعني شيء غريب فعلا، من أغرب ما قرأت، أنهم يستخدمون التمر لعلاج التسمم عند الإنسان، لعلاج التسمم. نعم، ونويات التمر، هذه بذور التمر، تستخدم لعلاج التسمم البيئي. التسمم البيئي، نعلم أن هناك كميات هائلة من الملوثات تطلقها السيارات والمعامل ونتيجة الحروب وغير ذلك. هذه وجدوا طريقة للاستفادة من هذه النويات، وهذا هو البحث العلمي أمامنا، صورة البحث العلمي. Remove toxins، يعني المواد السامة في البيئة تستطيع أن تزيلها. وهذا الباحث دينيس مورفي الذي يقول بالحرف الواحد: نحن لأول مرة ندرك الخصائص المذهلة للتمر في علاج السموم والتسممات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. طيب، سم إذن هي مناسبة لعلاج التسمم الغذائي. والحديث لا يعني أبدا أنك تأخذ 7 حبات تمر ثم تتناول كمية من السم، لا. ولكن الحديث له إعجاز علمي، أن حبات التمر تطور في جسدك قدرة هائلة على مقاومة السموم، وما أحوجنا في هذا العصر، عصر التلوث. فاليوم حدثت تغيرات على مستوى العالم، حيث إن نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون هي الأعلى منذ آلاف السنين. لم يتلوث الجو بهذا الشكل. حتى إن أحد الباحثين قال إنك تتناول خلال فترة عمرك أكثر من 80 كيلوغرام من الرصاص والمواد السامة. فهذه لا يمكن أن تخرج إلا بشيئين: بالتمر وبالصيام. وبالتالي فإن الغذاء المثالي لمن يحب أن يتخلص من هذه السموم أن يصوم ثم يفطر على تمر. فيقولون 7 تمرات
تعطيك نصف احتياجك اليومي تقريبا من الألياف. تصور هذه السبع تمرات التي نحن لا نلقي لها بالا، و 21% من احتياجك اليومي لفيتامين بي، و 14% من احتياجك اليومي لمادة النياسين الضرورية لسلامة الجلد والجهاز العصبي. بحث نشر عام 2005 بيّن أن التمر يحوي مضادات أكسدة فعالة في علاج التسمم، ولذلك يستخدمونه اليوم لعلاج التسمم الكحولي. فهمنا ما معنى لم يضره سم ولا ما معنى السحر. أيوة السحر طبعاً أثبت العلم أن السحر هو مجرد وهم، لا يوجد شيء مادي اسمه السحر، والقرآن أشار إلى ذلك، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى في قصة سيدنا موسى. إذن عمليات خيال. أعين الناس سحروا. نعم. أعين الناس. إذن المشكلة في العين وفي اضطرابات الذاكرة. نعم. يعني السحر ما الذي يؤذي الإنسان؟ يؤثر على ذاكرته، يعمل العمل ولا يدري أن أصنعه أم لا. تبين في بحث أجري عام 2015 نشر على موقع المكتبة الوطنية للطب أن تناول بضع حبات من التمر ينشط الذاكرة باستمرار، ويعزز قدرات التعلم، ويقي من الزهايمر يعني حتى لكبار السن، يزيد من قدرة الدماغ على التعلم، على الذاكرة، وبالتالي فإنك مع الزمن سوف تصبح أكثر مقاومة لأعراض السحر مثلا أو أعراض التسمم. هذا هو مفهوم الحديث، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك وصفة في هذا العصر، عصر كثر فيه التلوث وكثر فيه المشاكل والهموم، نتعرض للأجهزة الإلكترونية اليوم ولأجهزة الموبايل وغير ذلك، فكل هذه الموجات الكهرطيسية تدخل إلى الدماغ وتحاول أن تشوش هذه الذاكرة وتشتت. صحيح. الانتباه، فتأتي هذه السبع حبات سبحان الله لتضبط لك هذه الموازين. يقولون في إحدى الدراسات إن البوتاسيوم الموجود في التمر مهم جدا لتعزيز النظام العصبي وتنشيط الدماغ، ولذلك مفيد لعلاج أعراض الشيخوخة المبكرة لمن يعاني منها أيضا. أحد المواقع الغربية التي تهتم بالتغذية يقولون بسبب وجود سكريات سهلة الامتصاص وكمية من البوتاسيوم، فإن التمر غذاء رائع للصائم لأنه يعمل على سد الجوع، ومن جهة ثانية يساعد النظام العصبي على أداء عمله بكفاءة أعلى بسبب عنصر البوتاسيوم. هنا الحديث النبوي كما تفضل، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، رواه أبو داود. يعني نلخص أن التمر عبارة عن صيدلية متكاملة، غذاء وشفاء وتخلص من معظم الأمراض وسعادة. نعم. غذاء للمخ. هناك دراسات تؤكد أن تناول هذه الحبات السبعة أو بضع حبات من التمر يحفز نمو البكتيريا الصديقة في الأمعاء. نعم. نحن نعلم أن البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء لولاها يمكن الإنسان أن يموت، هي تحدد كل نسب الأمراض وتحدد المشاكل لأنها مهمة جدا وتساعد على هضم الطعام، فالتمر ينشط هذه البكتيريا بغزيها. التي تقتلها بعض المضادات الحيوية التي نأخذها تقتل هذه البكتيريا. أيضا هناك يعني يقولون إن التمر مفيد لعلاج العظام، الإنسان عندما يكبر يصاب بهشاشة عظام، فالتمر بسبب وجود الكالسيوم والصوديوم فيه بعض المعادن فيه أحسن من اللي في اللبن على فكرة. نعم. يعني الكالسيوم. نعم. اللي أكيد في التمر أكيد لأنه سريع الامتصاص وسهل الامتصاص وسهل التمثيل الغذائي. نعم. وبسبب وجود أيضا مركبات الكبريت العضوية فإن ذلك يساعد على علاج الحساسية، وبخاصة الحساسية الموسمية لدى الكثيرين حسب دراسة أجريت عام 2002. التمر يحوي عنصر الحديد أيضا ويحوي عدد من الفيتامينات والمعادن، هذه معروفة، فلذلك يعتبر علاجا مناسبا لفقر الدم وزيادة الطاقة والتخفيف من مظاهر الإعياء. يعني نحن اليوم تعلم بسبب التلوث الذي نعيشه، بسبب مشاكل العصر، بسبب هذه الهموم، فإن هذه الخلايا تتعب حتى إذا أنك تشعر بإعياء ولا تعرف لماذا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا الصحة والنفع والقوة والنشاط أيضا. لذلك يعني أنا وجدت وصفة على موقع علمي غربي يعني يستخدمونها، للأسف نحن كما تفضلت يعني أنهم ينقعون التمر طوال الليل بالماء ثم يأخذه في الصباح لعلاج الإمساك، وبخاصة الإمساك المزمن. نعم. وهذا كثير من الناس يعاني منه للأسف. صحيح. يعني منقوع التمر. الآن هناك دراسة غريبة أجريت عام 2006 بيّنت أن التمر مفيد لصحة
الحيوانات المنوية، مما يعني أنه مفيد في علاج حالات العقم. وبالتالي الدراسة التي أجريت عام 2006 كما قلنا أثبتت أيضا أن تناول حبات من التمر بانتظام كل يوم يزيد من عدد أو من إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجل، ويزيد من طاقة هذه الحيوانات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حفزنا لتناول هذه المادة الغذائية العجيبة، قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، رواه مسلم. هيجوعوش خالص أبدا. ليه؟ لأنه يحوي كل العناصر التي يحتاجها الإنسان في حياته. الآن كما تفضلت موضوع السعادة والاكتئاب، يعني أنا لدي هنا دراسة غريبة توجدت أن تناول حبات من التمر أيضا يساهم يعني تخفيف أو الحد من الاكتئاب، لذلك يعني هو علاج أيضا لبعض الاضطرابات النفسية. ويقولون إن احتواء التمر على الأنواع غزيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات، وعلى فكرة التمر لم يدرس دراسة كاملة حتى الآن، يعني هذه دراسات بسيطة. لذلك إن احتواء التمر على أنواع غزيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات يؤثر على عمل الدماغ ويسد ما ينقصه من عناصر غذائية، وبالتالي يقود إلى الاستقرار النفسي لدى الإنسان. هذه دراسات علمية. وبالتالي فإن تناول هذه الحبات كل يوم سوف يؤدي إلى شعورك بالسعادة وإلى التخفيف من الاكتئاب، وبخاصة في هذا العصر. الآن هناك دراسات أجريت أيضا على علاج بعض أمراض الكبد، فأنت تعلم أن الكبد معظم سموم الجسم تتركز في الكبد. في الكبد، وأفضل ما يقضي على هذه السموم هو التمر. يعني على مستوى المواد الغذائية التمر يعالج التسمم بشكل رهيب، ويستهدف هذه المنطقة أو هذا الجهاز المعقد. يقولون أيضا، يعني أنا أترجم حرفيا لكي يكون كلامنا ذو مصداقية، وأنا أفسر حرفيا برضه. تمام. يقولون إن أروع الأدوية الطبيعية لصيانة وتنظيف الكبد من السموم المتراكمة فيه هو التمر. أيضا هناك مشاكل تنفسية لدى الكثيرين، التمر بما أنه يعالج بعض أمراض الحساسية، أيضا يقولون إن شراب التمر يمكنه أن يعالج التهابات الحنجرة. شراب التمر حلوة. نعم شراب، نعم شراب التمر. نعم. أيوة. الله ينور عليك. والعديد من أنواع الحمى أيضا والرشح والزكام أسباب تجعلك تأكل التمر. أيوة. هذا هؤلاء غير مسلمين، ليس لديهم هذا الحديث الذي وإحنا عندنا التمر وحدش بيأكله. فانظر انظر، يعني أنا سأترجم لك بعض يعني الأجهزة التي يستهدفها لدي الجهاز العصبي، ولدي صحة العظام أيضا رقم 2، وأمراض الحساسية. أنا أقرأ من العليا من اليمين طبعا، من الأعلى إلى الأسفل، وعلاج الوزن الزائد، التخسيس يعني. نعم. وتخفيض احتمال النوبة القلبية، أمراض القلب. أيضا يعالج مشاكل الرؤية، ويخفض ما يسمى يعني العمى الليلي أو الذبابة الطائرة. نعم نعم. تزر الدم العين. أيضا اضطرابات الجهاز الهضمي، جهاز الهضم، والكانسر يقولون يمنع سرطان القولون والمستقيم. وأخيرا إنرجي، الطاقة، يعزز الطاقة في جسدك، في جسد المريض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الدواء. إشارة إلى ماذا؟ على أن دواءك أيها الإنسان موجود. لذلك في رواية أخرى قال علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. يعني نحن الآن إذا بدأنا بفوائد التمر، يعني كملخص، نبدأ من الدماغ باتجاه القلب، الأوعية الدموية، الرئتين الجهاز الهضمي، الركب والمفاصل والجهاز المفاصل العظمي، الجهاز العظمي كله. هو من ضمن من احتوائه على الكالسيوم، بالإضافة للكبد ومشاكل السرطان ومشاكل أخرى. إذن هذه صيدلية متكاملة في بيتك، متكامل، حتى مشاكل الجلد والحساسية أيضا. طبعا. حتى هناك وصفة يعني للتمر، معجون التمر مع اللبن أو الحليب. أيوة. فهذا للأطفال ولكبار السن. نعم. يعطي نفس الفائدة، سبحان الله.